السلام عليكم. فيلم دون بارت 2 من أفضل التجارب السينمائية على الإطلاق بدون مبالغة. فبرأيي فيلم دون الجزء الثاني من أحد الأفلام أو أحد الأفلام اللي لابد إنه تشوفها بالسينما. فقبل ما أبدأ بالمراجعة لابد إني أنوه إنه بهالمراجعة راح يكون في حرق لبعض أحداث الجزء الأول، فلا تنسوا اللايك والسبسكرايب إذا أول مرة بتشوفوني، ويلا مع بالبداية حاب أحكي إني ما بعرف أي شيء عن رواية دون، ولا حاب أعرف بصراحة، لأني حاب أستمتع بسلسلة أفلام دون. جدير بذكر هون إنكم لابد تحضروا الجزء الأول لحتى تستمتعوا وتعرفوا تشوفوا الجزء الثاني. وجدير بذكر أيضا إنه في جزء ثالث لسلسلة أفلام دون من إخراج فيلانوف، اللي برأيي استطاع إنه يسرد القصة بشكل رائع جدا إخراجيا وسرديا. دون بارت 2 هو امتداد لقصة الجزء الأول والعالم الرهيب اللي قدمني إياه الجزء الأول. صحيح إنه فيلم دون بارت 1 اعتبر العديد من المشاهدين فيلم نوعا ما ممل، لكن لازم نعرف كلنا انه اي سلسلة افلام جزءها الاول بكون عبارة عن تعريف للشخصيات وعبارة عن تعريف للعالم. لكن على الرغم من ذلك برأيي انه الجزء الاول ما كان ممل ابدا، لانه المخرج اعطى طابع غموض تشويق للفيلم. اما عن قصة فيلم دون بارت 2 فبنشوف بول اتريدس بيعمل تحالف مع شعب الفريمان لحتى ينتقم لمقتل والده، ولحتى يحرر الشعوب وبالاخص شعب الفريمان من طغيان الامبراطور، من طغيان شعب الهراكن. قصة فيلم دون بارت 2 مع مدة الفيلم اللي ساعتين و40 دقيقة تقريبا كانت كافية وما كان فيها ملل ابدا. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom. You dive in. Yes, it's called swimming. I don't believe you. البارت الثاني من فيلم دون أخذ وقته بتعريف شعب الفريمان من هو بول أتريدس، فالريتم كان جيد جدا. You're brave, we all know that. Be simple. Be direct. رغم من وجود بعض الأشياء اللي برأيي كان مفترض أن تأخذ وقت على الشاشة أكثر من أشياء أقل أهمية، لكن هالإشي ما أثر على استمتاعي بالفيلم. أكيد طبعا ما راح أحكي كثير عن التصوير وزوايا التصوير الجميلة جدا بهالفيلم والأصوات الفخمة كمان، لكن لابد أن أحكي أنه الموسيقى التصويرية مع بعض اللقطات الملحمية بهالفيلم كانت تحفة ورائعة جدا، ففعلا فيلم سينمائي بامتياز. لكن هون لابد اني اذكر واثني على تمثيل تيموثي شالامي الرهيب جدا بهالجزء، لكن بصراحة انا زندايا مش هاضمها بهالدور. برجع وبحكي انه فيلم دون بارت 2 فيلم لابد انه ينشاف بالسينما، فيلم فيه دراما جميل جدا، فيه قصة جميل جدا، فيه معارك رهيبة جدا، فيه موسيقى تصويرية اكثر من رائعة. May thy knife chip and shatter. الآن لابد نحكي عن الأشياء اللي ما حبيتها بالفيلم بدون أي حرق. أول شيء، في حبكة بالفيلم انحكت بشكل سريع جدا بشكل عابر، ربما تكون هاي الحبكة مؤثرة بالأحداث لكن انحكت بشكل سريع جدا فعليا، ما في شو الهدف من الحبكة بالنهاية. أما عن ثاني شيء فزي ما حكيت قبل شوي إنه في مشاهد وقتالات ما أخذت وقتها الكافي على الرغم من وجود مشاهد أخرى كان ممكن تقليصها للمشاهد الأهم. أما عن ثالث شيء فهو سهولة توقع بعض الأحداث بعض المعارك. وكمان في شيء مهم سألني عنه بعض الأشخاص اللي حضروا الفيلم، إنه شو رأيك بالنهاية؟ أنا برأيي النهاية جيدة جدا ممتازة، نهاية تختم قصة الجزء الثاني وتفتح المجال لملحمة عظيمة في الجزء الثالث والأخير. أما عن تقييمي لفيلم دون بارت 2 فهو 8.5 من 10، واللي شاف الفيلم يا ريت يحكي لي رأيه بالفيلم بالتعليقات، واللي ما شاف الفيلم يحكي لي نسبة حماسه لحتى يشوف الفيلم. وهيك بكون وصلت لنهاية الفيديو، أشكركم على المتابعة، كان معكم باسم، على السلامة.